الدوار الداخليه مالته، طبعا راح تجي فلاتر هوائيه موجوده به خاصه تنقي لك الهواء ومن الاتربه ومن الاوساخ، هاي بكل سبلت موجود، لكن اذا تلاحظون الداخل مالته راح يكون كله بالشكل الاصفر او باللون الاصفر. هذا المعدن المستخدمين به راح يكون نحاس، يعني مثل ما نقول نحاس نقي 100%، راح ينطيك مقاومه اكثر للرطوبه ومقاومه. يلا حيوا متابعينا الكرام، علاوي اليوم راح نسوي لهم عرض على سبلة جنرال، نسوي لهم مراجعة شوية سريعة، نتكلم لكم بها على مواصفات السبلت، على نوع الغاز المستخدم، وأيضا على مواصفات السبلت والحجم الصافي إليه. طبعا عندنا هنا ملصق طاقة، بعدين راح أشوفكم إياه. هذا شكل أمامكم، يعني سبلت يشبه بقية سبالت كشكل، قطعتين، قطعة داخلية وقطعة خارجية. مميزات السبلت إنه راح يجي بضغط استوائي. قبل لا راح نتكلم بالفيديو نحكي لكم بتفاصيله، بالبداية مثل ما عودناكم أتمنى تصلون على النبي محمد، فعلوا زر الجرس والاشتراك بالقناة، وأيضا لا تنسون المسابقة راح تكون نهاية هذا الشهر، أتمنى تكونوا كلكم مشتركين وكلكم فائزين به. والسعر راح نذكره بنهاية الفيديو. أول شيء خلينا نتكلم على شكل خارجي، قلنا لكم سبلت يشبه بقية سبالت، راح تجي كمواصفات إضافية به، ضغط تي 3 ضغط صحراوي، راح يكون يتحمل درجات الحرارة العالية. بالنسبة لأنابيب السبلت الخاصة بالغاز راح تكون أنابيب نحاسية، خليني أشوفكم إياها. أول قبل أن أشوفكم الأنابيب تعال قرب لهم على الماركة، طبعا الماركة اسمها ماركة جنرال سيلفر إذا ملاحظين. بالنسبة للمواصفات راح يجي بيها ضمان لمدة سنة كاملة وخدمات ما بعد البيع لمدة سنتين، يعني راح يكون 3 سنوات. أنظمة التشغيل الموجودة به راح يجي به نظام الفاست كولينج واللين لايف. الفاست كولينج خاص بتشغيل التوربو، يعني نقدر نسميه توربو فان او تشغيل مضاعف للسبلت، لكن راح يزيد سحب الكهرباء. بالنسبه للبوار الداخليه مالته طبعا راح تجي فلاتر هوائيه موجوده به خاصه تنقي لك الهواء ومن الاتربه ومن الاوساخ، هاي بكل سبلت موجود، لكن اذا تلاحظون الداخل مالته راح يكون كله بالشكل الاصفر او باللون الاصفر. هذا المعدن المستخدمين به راح يكون نحاس، يعني مثل ما نقول نحاس نقي 100%، راح ينطيك مقاومه اكثر للرطوبه ومقاومه اكثر للجو الحار والجو البارد، لانه كنا نعرف احنا جونا العراقي راح يكون باتربه ومتقلب، يوم حاره يوم بارده، فبقيه المعادن ما راح تتأقلم مع مرور الزمن، مثل الحديد او المعادن الاخرى راح يصير عندك كلاك او زنجار مع مرور الوقت، فيصير عندك تهريب للغاز ويسبب لك مشاكل، لكن بالانابيب النحاسيه لا، راح تعطيك عمر اطول، وايضا راح تحافظ على الغاز لاطول فتره ممكنه، اذا ظليت محافظ عليه راح يظل محافظ على الغاز والبواري مالته ما راح يصير بها ليك نهائيا الا اذا يكون سوء استخدام او سوء نصب الا يصير بها ليك. بالنسبه تعال قرب لي، هاي بالنسبه للقطعه الخارجيه الداخليه، اذا تجي تفتر لي علاوي تشوفون الراديتر الخاص بالسبلت راح يكون دبل راديتر، راديتر اول راديتر ثاني راح يعطيك تبريد مضاعف، والبوار الداخليه يعني مو بس راديتر نحاس، البوار الداخليه ايضا راح تكون من النحاس الاصفر، راح يعطيك مقاومه كلش قويه. اما بالنسبه للقطعه الخارجيه اذا تلاحظون ترجع لهم شويه، حتى القطعه الخارجيه مالتها راح تكون انابيب مالتها نحاس، احنا دائما نذكر انه سبالت اللي يكون المعدن المستخدمين النحاس بها تكون عمرها اطول من المعدن العادي مثلا الحديد او الالمنيوم، لانه هذا يكون مقاوم للحراره ومقاوم للرطوبه ومقاوم لدرجات الحراره العاليه ودرجات الحراره الناس البارده. خلينا نقول الراديتر ما راح يجي بيه دبل راديتر، هذا الراديتر الاول والظاهر هذا راديتر ثاني اللي راح يساعد على تحمل درجات الحراره العاليه. بالنسبه للضغط الموجود فيه راح يكون بها ضغط صحراوي، الضغط الصحراوي راح يظل مشتغل عندك لحد درجه حراره 60، وبنفس الوقت موجود بنكه داخليه توزع الحراره بالقطعه الخارجيه مو بالداخليه، اكو بنكه داخليه بالقطعه الخارجيه اللي هي تبرد الماطور اذا ارتفعت درجات الحراره العاليه، هاي الميزه كلش موجود يسموها اي بي ماكس موجوده بسبلت الجنرال. حجم مالته 24 وحده حراريه، حجم 2 طن حقيقي، الغاز المستخدم بها راح يكون R22، يعني خلينا نقول غاز كلش زين ومتوفر بالسوق. وبالنسبه لاستهلاك الكهرباء لل 2 طن يسحب من 9 امبير الى 11 امبير على فولتيه 220 فولت. بالنسبه لسعره 565000، وايضا بالنسبه للضمان الضمان راح يكون به لمده 3 سنوات، صيانه موقعيه على الشركه، متوفر توصيل كل محافظات العراق عن فرعنا الاول بغداد، العفو فرعنا الاول بغداد كراده خارج مقابل مدرسه الامام جواد، فرعنا الثاني زيونه مقابل مركز شرطه المثنى.
وبنهايه الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، وحياكم الله الكريم.